وصية نبوية للفاروق تغير نظرته للدنيا. دخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام مرة فرآه ينام على حصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف وهو محمد عظيم الدنيا والآخرة، فبكى عمر رضي الله عنه. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا عمر؟ فقال عمر: إن كسرى وقيصر يتنعمون في الدنيا وأنت رسول الله بالمكان الذي أراه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فيرضى عمر، وصارت هذه الوصية منهاجا لحياة عمر سار عليها طيلة حياته حتى استشهد رضي الله عنه.